مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، مساء الإخلاص والوفاء. مشاهدينا، يبدأ أو يدا بيد نستطيع تحقيق جميع الأماني، يدا بيد يمكننا الوصول إلى النجاح. لذا لا تكن ذلك الجدار الصلب الذي يصد الخير عن الآخرين، ولا تكن أناني تحب الانفراد بالنجاحات عن من هم بحولك. ساهم بروح الفريق الواحد في صنع مستقبل واحد، مستقبل لا يسمح به نكران الجميل أو إنقاص عمل إنسان آخر قام بمد يد العون إليك. ساهم مع الآخرين بدوافع صادقة ومخلصة، تيقن أن النجاح هو عمل جماعي لا ينحصر به فرد عن آخر. مشاهدينا، جعلوا لقاءكم أو لقاءنا معكم يستمر بتواصلكم معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الموضحة أسفل الشاشة، تويتر @حديث المساء وإنستغرام حديث _ المساء. خلكم ويانا. ترفرف الأعلام استعداداً للاحتفال بيوم الاتحاد، وما أجمل ألوان العلم التي تعبر عن أصالتنا ومجدنا وعزتنا. إنه رمز الفخر ورمز الوحدة والرفعة. إذن ما أجمل المبادرات التي تقوم بها مؤسسات الدولة لترسيخ راية الدولة من مثل بلدية إمارة الفجيرة على الساحل الشرقي للدولة. يسعدنا في استوديو حديث المساء أن نرحب بالأستاذ سعيد محبوب، رئيس قسم العلاقات العامة في بلدية الفجيرة. مساء الخير سعيد. مساكم الله بالخير والنور والسرور. أولا أشكركم على هذه المبادرات الطيبة، وأشكركم بأنكم يعني مجموعة من الشباب يعني متعاونين متطوعين في وضع الأعلام الجديدة ويعني نشرها في الإمارات. طبعا كل الشكر لكم أيضا على هذه الاستضافة الجميلة الصراحة، وكون العلم جزء من حياتنا وجزء من رموز دولة الإمارات العربية المتحدة اللي نفتخر بها. أكيد العلم رمز الأصالة ورمز العزة لهذه الدولة. إذا لو نتكلم عن حملة العلم، كلمنا عنها سعيد. طبعا الحملة اللي قمنا بها في بلدية الفجيرة علم الإمارات كمساهمة في ظل هذه الاحتفالية وكل الجهود المبذولة من كافة الجهات بالحفاظ على هذا العلم خافقا يرفرف في العلالي. نعم، أهداف هذه الحملة سعيد يعني أكيد أنتم مجموعة شباب يعني واتفقتم على مثلا حملة تخص بالعلم، أكيد لهذه الحملة أكيد أهداف، ما أهدافكم سعيد؟ طبعا هذه أهداف الحملة هذه أن المحافظة على هذا العلم من خلال مبادرات من جانب الشباب وجانب بلدية الفجيرة باستبدال الأعلام القديمة بالأعلام الحديثة لنحافظ على رونق هذا العلم الغالي على قلوبنا. جميل. في كافة أرجاء المنطقة. للعلم هيبة سعيد، وأكيد للعلم يعني رونق خاص مثل ما تفضلت، لكن يعني أنتم كمجموعة تطوعية وكمجموعة بنفسكم يعني كان الإصرار على الحفاظ على هذا العلم ونشره في المناطق وعلى مدن الساحل الشرقي. إذن يعني العلم
كرمز أصالة ومجد، لكن كيف أنتم توعون المجتمع بأهمية هذا العلم، وكيف أنتم توعون المجتمع بكيفية الحفاظ على هذا العلم أثناء توزيعه؟ طبعا تخلى التوزيع مجموعة الأعلام هذه بتوضيح كيفية استخدام الأعلام واختيار كيفية وضع الألم بالطرق الصحيحة، بالطرق اللي تناسب هيبة هذا الألم اللي نكن له كل احترام وتقدير. وطبعا هذه كلها أثر إيجابي من جانب المجتمع، أكيد كونه يكون توعية الكافية أن يقدر يستخدم الألم بطريقة مناسبة، بطريقة يحتفل فيها كافة أفراد المجتمع الكبير جميل. الصغير، الجهات الحكومية والخاصة وحتى في المنازل. فحبينا أن يكون هذا الطابع اللي نتسم فيه في إمارة الفجيرة أو في المناطق التابعة لإمارة الفجيرة نعم بطريقة تفاعلية، بطريقة مشاركة الجمهور فيها. جميل. إذا سعيد أنتم دخلتوا للجمهور وتواصلتم معهم ووزعتوا لهم الإعلام، لكن كيف كانت ردة الفعل بالنسبة للجمهور وبالنسبة لمن زرتهم بالبيوت؟ طبعا ردة فعل جدا إيجابية، وما شاء الله ما غريبة على أكيد أهل هالإمارات. دولة الإمارات، وبالعكس كان في البعض أنهم ساهموا من يعني بشكل شخصي من ضمن لإنجاح هذه مبادرة. المبادرة وإنجاح كافة الجهود اللي كانت خلف هذه المبادرة. والحمد لله يعني كان في تقبل كثير حتى من جانب المدارس، من جانب الجهات التعليمية نعم في مثل هذا الجانب، في كانت مشاركة جدا طيبة من جانب نعم الجهة هل الأخرى. واجهتم صعوبات أثناء القيام بهذه المهمة؟ طبعا هي صعوبات موجودة خصوصا في المناطق البعيدة البعيدة. نعم والمناطق الجبلية، كون صعوبة الوصول وعورة لها الطريق. نعم وعورة الطريق، لكن هذه التحديات ذللنا تحدي هالتحديات، لكم كان وبالعكس كانت يعني طعم جدا إيجابي وجدا جميل. جميل، كون ان هذا التعب بعد صار راحه، كون شفنا في النهايه هذا الالم يرفرف فوق ارتفاع. مثلا هذا نعم البيت او هذه المدرسه او هذه المؤسسه. جميل. أكيد أنتم تسيرون على مسارات محددة من خلال هذه المبادرة، ما هي مساراتكم من خلال هذه المبادرة؟ طبعا في مسارات محدده نعم باختيار المناطق واختيار الفئات المستهدفه في هذه المبادره، نعم وتكون في سهوله في ايصال فكره هذه المبادره للمجتمع بطريقه يتقبلها بطريقه جدا مناسبه وجدا تستوعب كافه الفئات المجتمع باختلاف الفئات الموجوده في دوله الامارات من جنسيات جميل. وكبار سن وصغار سن. والحمد لله يعني وفقنا بنجاح جدا كبير، ويحسب طبعا للجهود الجبارة اللي كانت من ضمن ما فريق شاء الله العمل اللي اشتغل على جميل. هالمبادرة. إذا فريق العمل يعني اجتهد ويعني أنجز شيء رائع جدا وشاهدناه في يوم العلم. إذا ماذا يعني أو إلى متى سوف تستمر هذه الحملة؟ طبعا هتستمر لين احتفالات اليوم الوطني. الوطني 45، وبتكون في استهداف فئات مختلفة من جانب المتعاملين في بلدية الفجيرة أو الموظفين أو حتى كافة أفراد المجتمع. نعم وفي بكون فعاليات كثيرة تتخلل هذه المناسبة نعم من جانب الفعاليات الوطنية، المشاركات والفرق الحربية وغيرها من فعاليات، واللي بتستهدف مختلف المناطق في إمارة الفجيرة. وبتكون في مشاركة جدا كبيرة من جانب الأفراد المجتمع نعم ومن جانب الأسر ومن جانب بالنسبة للفعاليات المؤسسات. سعيد، يعني فعاليات مهمة لإبراز هذا اليوم الوطني والاحتفاء بهذا اليوم الرائع، إذا ما هي فعالياتكم؟ بتكون في إن شاء الله عدة فعاليات بتستهدف مجموعة من نعم الفئات من جانب الأسر ومن جانب حتى زوار الإمارة نعم خلال فترة الاحتفالات باليوم الوطني، وستختلف الاحتفالات من منطقة لمنطقة، ويكون في طابع لكل منطقة ستحتفل فيها باليوم الوطني كبيئة جبلية أو بيئة بحرية، بيكون في تنوع جدا يثري نجاح هذه الفعالية بتنوع البيئات بتنوع الزوار نعم المشاركين المؤسسات، فبتطلع بطعم جدا لا ينسى. جميل هذا التنوع السعيد، لكن بالنسبة لهذا التنوع ما هي أو ماذا تودون إيصاله للمجتمع؟ طبعا احنا ودنا نوصل رسالة للمجتمع ان
دولة إمارات دولة تسامح، دولة دولة سعادة، دولة نعم إيجابية، مثل ما عودتنا القيادة الرشيدة في دولة الإمارات أن نحتفي ليس يوم بيوم في يوم واحد. نعم واحد، احنا الحمد لله في طول السنة أيام العام. نعم كل يوم عندنا احتفال في وطني في قلوبنا وفي عملنا وفي بيوتنا وفي شوارعنا، وتتركز كل هذه الجهود في فعاليات اليوم الوطني في كل سنة وكل عام، وفي تضافر كافة الجهود من جانب جميل. المجتمع. إذا هذا التضافر يعني أكيد يحتاج جهد ويحتاج مثلا مؤسسات تدعم هذا التضافر. إذا من يدعمكم وما هي المؤسسات التي تتعاون معكم؟ في كثير من المؤسسات اللي تساهم في إنجاح فعالياتنا ومختلف المجالات، سواء نعم مجالات الشرطة أو التعليم أو الاقتصاد أو غيره، والتمسنا جانب تعاون كبير من جانب هذه المؤسسات، حتى كان في مشاركة من ذوي الاحتياجات نعم الخاصة في مثل هذه الفعاليات، واللي تعتبر الفئة جدا مهمة في مجتمعنا الإماراتي، واللي لها التركيز في مثل هذه الفعاليات، وحتى الجهات الحكومية نعم المحلية أو الاتحادية. بالنسبة للتنسيق مع الفرق التطوعية كيف كان التنسيق معهم؟ لأن أعتقد فعاليات اليوم الوطني تكون كبيرة وبأعداد يعني زوار أكثر وأيام إجازات، كيف يتم التعاون مع الفرق التطوعية؟ طبعا الفرق التطوعية لهم دور جدا كبير نعم في مثل هذه الفعاليات، ويتم اختيار المتطوعين أو المشاركين في هذه الفعالية من خلال يعني ميولهم وخلال صفاتهم أو أكيد حتى الامتيازات اللي امتازوا فيها في مجال التصوير أو التنظيم أو مشاركات في فعاليات أو مسابقات، نعم. كل بحسب مشاركته. إذا هذه المشاركات إن شاء الله راح سوف نراها على أرض الواقع في بإذن الله أيام اليوم الوطني. بإذن الله، وإن شاء الله بنرسم البسمة في كل من يزور فعالياتنا أو حتى من يتابع فعالياتنا من خلال جميل. وسائل التواصل الآن الاجتماعي. أصبح السعيد المجتمع يعني أكثر يتفاعل في مواقع التواصل الاجتماعي، ودائما مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت في مجال المعلن أو في مجال من يعلم الناس بوجود فعالية. هل أنتم تعملون على مواقع التواصل الاجتماعي لإبلاغ الأهالي أو الجمهور بوجود فعاليات لديكم في هذا المكان وفي هذه المنطقة؟ طبعا التواصل الاجتماعي وسيلة جدا نعم مهمة في هذه الزمن. نعم في هذا الزمان في هذا العصر، بيكون في تواصل دائم بين الجمهور بكل جديد نعم بفعاليات اليوم الوطني، وحتى بالمبادرات التي تقوم فيها، وحتى في بعض المسابقات اللي تكون في خلال مبادرات وفي احتفالات البلدية، وحتى بيكون في تفاعل بين جميل. المستخدمين أو متابعين الوسائل هذه. نعم سعيد، بما أنك أنت كذلك منتسب لمجلس الشباب، يعني ما هو دوركم في هذه الأيام ودوركم أنتم كشباب في هذا المجلس لدفع أو لإنجاح هذه الفعاليات؟ طبعا دور مجلس نعم الشباب هو دور جدا مهم، وحرصت دائما القيادة الرشيدة بتعزيز مكانة الشباب في حتى في مثل هذه الفعالية، وحتى نعم بالمشاركات اللي شارك فيها الشباب الإماراتي، وكافة الجهود هذه سيعمل عليها شباب إماراتي، شباب من أهالي منطقة الفجيرة أو حتى في المجالس المختلفة. جميل. كل مجلس بتكون في طابع معين أو مشاركة معينة تطلع بصورة جدا مشرفة لشباب نعم الإمارات. أكيد مجلس الشباب يعني لفتات رائعة في السنوات أو الأعوام الماضية. إذا يعني في الأعوام الماضية ماذا حققتم من نجاح في هذا المجلس، وفي هذا العام ماذا سوف تحققون؟ طبعا المجلس في الفترة الأخيرة كان فيه جدا مبادرات ومختلف الحلقات نعم الشبابية التي تم تنفيذها، والشباب طبعا هي تعتبر شعلة أكيد شعلة. نعم جدا قوية وتنير كافة الأرجاء، وطبعا المجلس بتكون فيه جدا مبادرات مختلفة تستهدف كافة شرائح المجتمع. المجتمع، وبالخصوص للشباب في كافة المحافل وكافة الفعاليات في دولة الإمارات. جميل سعيد، يعني أكيد هذه الحملة
انتم قايمين فيها، مبادره ما شاء الله رائعه جدا ولفته طيبه منكم انتم كمجموعه شباب وكذلك مجلس الشباب للاحتفاء باليوم الوطني. هذه التظاهره الوطنيه الرائعه جدا لكل مقيم ولكل مواطن يجب ان يحتفل فيها، يعني اعتزازا واعتزازا وفخرا بهذا الوطن. اذا ماذا تقول سعيد لمن سوف يشارك ومن يعني سوف يحضر الى الاحتفالات ويحتفل بهذا اليوم؟ طبعا احنا نوجه دعوه لكل الجمهور لحضور هذه الفعاليات والمشاركه، حتى لو كانت المشاركه جدا بسيطه لكن تضفي في نجاح هذه المبادرات وهذه الفعاليات الطعم اللي يساهم في بروز هذه الفعاليه بطريقه جدا رائعه وجدا راقيه. طبعا هي مشاركات هي اللي تثري وهي اللي تنجح الفعاليات والمبادرات هذه. وطبعا مثل ما قلت يعني الحمد لله احنا الاحتفالات عندنا مش في يوم واحد بس، احنا نحتفل في طول السنه، كل يوم في انجاز وكل يوم في مبادره وكل يوم في شيء نفتخر فيه في دوله الامارات العربيه المتحده، ويعزز من وطنيتنا ويعزز من هويتنا الوطنيه في دوله الامارات. سعيد قبل ان نختم هذه الفقره يانا اتصال ودنا نحن نقول الو لهذا الاتصال. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبتين. هلا. نمسي عليكم بالخير وعلى جميع مشاهدين قناه الشرقيه من مدينه كلباء الغاليه. واحيي طاقم العمل من المذيعه الى الجنود المجهولين اللي خلف، وامتعونا بهذا اللقاء وبحضورك يا استاذ بشير. سعيد ولا؟ سعيد. سعيد انا اسف. ها عرفت الصوت؟ معانا الفنان حمد الحميدي، كيف الحال؟ الله يسلمك، الله يعافيك. اصريت على الدخول معنا في هذه المكالمة. والله لأن المقابلة طيبة والمبادرة تسلم. أطيب لما تأتي من شاب طيب يملك هذه الروح العالية والروح الوطنية. لا يسعني في هذا المجال الا لاني انا اشكره، وان فعلا انه هو مثال طيب وحي على الشاب الاماراتي الذي يملك هذه الروح الطيبه وهذا الانتماء الطيب في انشاء هذه المبادره ومتابعتها ووجوده حاليا في هذه اللحظه على هذا الكرسي لبث ولايصال المعلومه لكل مشاهدين ومتابعين قناة الشرقية لهذه المبادرة. هي لوحدها هاي شيء مشرف. جميل. فأنا أتقدم بالشكر الجزيل له ولكل الشباب اللي يشتغلون معاه، وأشد على إيديهم، وإن شاء الله نحن جميعنا إن بنكون إن شاء الله موجودين في هذه المبادرة ونتشرف بوجودنا. وبالأول وبالآخر هذا علم دولتنا ونعليه إن شاء الله في أعلى عليين. بس أنا كنت حاب تفضل يعني أستاذ حمد شغلة أتمنى إذا كانت من ضمن الخطط الموضوعة كما هو لقن هذه المحبة ولقن بهذه الوطنية وهي موجودة في صدره، أن يقوم بمبادرة أخرى أنها يمر على مدارس المنطقة اللي عنده اللي هي الابتدائية أو الروضة، حتى يبين لهم أهمية هذه المبادرات وما يفعلها الشاب الإماراتي من أجل إعلاء علم الدولة واسم الدولة. حتى يبث فيهم روح الوطنية ويشوفون هذا المثال الحي، حتى أنه يعني ممكن أنه يعمل لهم أي شو حتى يحبب هؤلاء الأطفال ويحسسهم بروح المسؤولية وروح الوطنية، ويكون هو سبب في إشعال هذا الفتيل في صدورهم، عشان لما يرجعون البيت يقولون كل حد يروح يقول حق أهله أن اليوم أنا فعلت كذا وشلت العلم وإن شاء الله. أكيد أستاذ حمد. مبادرة وحابين أن إحنا نسير في هذه خلي الطفل هذا هو اللي ير أهله، ويكون هو سبب في نشر هذه المبادرة من الآن ويرسخها في قلوب الأطفال.
جدا سعيدين بهذا الاتصال استاذ حمد الحميدي، يعني اكيد هذه مسؤوليه مجتمعيه للجميع، منك استاذ ومن كذلك سعيد، يعني اعتقد ان الذهاب الى المدارس وهذه اعتقد من ضمن خطتكم في هذه المبادره، الذهاب الى المؤسسات التعليميه والمشاركه باهميه او تعزيز مبدا وفخر الفخر للعلم. طبعا هي كل الشكر للمتصل العزيز صراحه، وطبعا جانب كبير من المبادره هذه بتكون نعم. مستهدفه للمدارس، وكون الطلبه اللي هي تعتبر بذره الخير اكيد اللي ممكن نستفيد منها، وممكن يكونوا مستقبل لدوله الامارات، وبدايه حياتهم التعليميه تكون مرتبطه بهذا العلم. ان شاء الله بيكون في مبادرات جدا متميزه خلال هذه الفتره، وحاضرين فالك طيب. الأستاذ سعيد محبوب، أنا سعيدة بهذا اللقاء، لكن للأسف الوقت داهمنا، أشكرك على هذا اللقاء. وكل الشكر لكم أيضا على هذه الاستضافة. تسلم. إذا مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نستكمل بعد هذا الفاصل فقرات برنامج حديث المساء، خليكم ويانا. عدنا لكم مشاهدينا. القيادة لا يتحلى بها إلا الأشخاص المتميزين الذين ينفردون بأعمالهم ومنجزاتهم عن غيرهم. ضيفنا في الاستوديو هو أحد تلك الشخصيات المتميزة والناجحة، وقد أصبح عنصرا فعالا بالمجتمع من خلال الإسهامات التي يقدمها. يسعدنا أن نرحب بالدكتور عبد الله إبراهيم الدرمكي الحاصل على الدكتوراه في التميز المؤسسي. كيف الحال دكتور؟ مرحبتين والله أختي. مساء الخير. الله يقويكم، جزاكم الله خير على الاستضافة الطيبة، ولنا الشرف صراحة أن نكون اليوم ضيف في هذا البرنامج المتميز حقيقة. هذا البرنامج وجد للأشخاص المتميزين، فأنت من ضمن هذه المجموعة المتميزة. الله يطول بعمرك. بالعكس، نحن كذلك نتشرف بأن نضع بصمة في لبنة وضعها الشيخ نعم. سلطان حاكم الشارجة عضو المجلس الأعلى، عضو المجلس الأعلى، الله يحفظه ويطول بعمره. جميل. نعم. دكتور عبد الله، يعني موضوع التسلسل الدراسي، موضوع يعني الإنجاز وموضوع التميز المؤسسي موضوع رائع جدا، يعني سوف يعني نناقشه في هذه الحلقة، وتكون محاور حلقتنا لهذا الموضوع صحيح. التميز المؤسسي. إذا حققت تطور دراسي وحصلت على شهادة الدكتوراه في التميز المؤسسي، كلمنا عن هذه النقلة النوعية في حياة الدكتور عبد الله. نعم طبعا، بداية بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا أهدي بداية هذا الإنجاز إلى صاحب السمو حاكم الشارجة نعم. على دعمه لطلاب العلم ولطلاب الدراسات العليا والأبحاث العلمية حقيقة نعم. ولذلك اليوم تعتبر هذه منصة جدا مناسبة أني أنا أشكر والدي الشيخ سلطان نعم. على هذا الإنجاز المتواضع لي اليوم أنا حققته والله الحمد، وتشرف أني أهدي سموه طبعا نسخة من هذا البحث العلمي، عرفانا وتقديرا لسموه لدعم طبعا الباحثين في هذا المجال نعم. طبعا ما أخفيت أستاذتي الغالية أن طبعا أي هدف أو أي طموح أو أي إنجاز في هذه الحياة له مسببات أكيد. وهذه المسببات أكيد لها توابع مختلفة، بداية طبعا إيمان الإنسان بالله سبحانه وتعالى، بر الإنسان بوالديه، وإحاطة الإنسان بالناس الإيجابيين والأصدقاء الإيجابيين، واللي بحد ذاته بالعكس تدفع الشحنات الإيجابية لهذا الإنسان بحيث أنه يتميز وينجح في هذه الحياة أكيد. الحمد لله طبعا في مرحلة الدراسة طبعا تخرجت من مدرسة سيف العربي في مدينة كلبة، بالتالي كملت دراسة البكالوريوس في إدارة الأعمال في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا بإمارة الفجيرة. طبعا بعد ذلك واصلت دراسة الماجستير في استراتيجية إدارة الموارد البشرية في جامعة وولونغونغ الأسترالية نعم. ومنها كان امتداد طبعا وفضل من الله سبحانه وتعالى ودعاء الوالدين ودعم سمو حاكم الشارجة الله يحفظه ويطول بعمره في استكمال دراسة الدكتوراه في التميز المؤسسي والجودة. جميل. إذا التميز المؤسسي والجودة نعم. من الدراسات التي يعني تحرص نعم. المؤسسات نعم. وتحرص يعني يحصل الجميع على اختيار مجموعة من الطاقات الشبابية ومجموعة من الكوادر لديهم تخصص التميز المؤسسي نعم. إذا أهمية التميز المؤسسي في رفعت هذه المؤسسة أو أهمية التميز المؤسسي في تطوير هذه المؤسسة
نعم، طبعا ما اخفيك استاذتي الغاليه، اليوم مفهوم التميز المؤسسي نعم. اصبح مفهوم جدا حيوي على مستوى العالم، أكيد. ليس على مستوى المؤسسات العالميه خارج الدوله، ولكن حتى على على ناحيه مؤسساتنا في داخل الامارات. اليوم ولله الحمد من خلال برامج التميز الموجوده في داخل الدوله اصبحت مؤسساتنا الاتحاديه والمحليه بنت من خلالها قواعد في مجال التميز والإدارة والموارد البشرية والله الحمد، وكان منها طبعا امتداد اليوم أن دولة الإمارات تستحدث نموذج ريادي جميل. في التميز المؤسسي واللي تم أطلاقه من خلال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نعم. واللي أطلق عليه اسم الجيل الرابع. أيوة. اليوم بالعكس حكومة الإمارات مؤسساتها قاعدة تخطو خطوة جدا مستقبلية وتأخذ خطوة جدا ريادية بحيث أنه يكون هذا النموذج المؤسسي نموذج ريادي نعم. وبادرت في الإمارات، وممكن إن شاء الله مستقبلا تحذو هذه الخطوة الدول الأخرى تستفيد من تجربة الإمارات الريادية في هذا المجال. أكيد. تجربة الإمارات نعم. كانت يعني هناك كانت تخطيط استراتيجي ومهم نعم. في صحيح. التميز المؤسسي نعم. إذا كان لدينا تخطيط استراتيجي فعال وممتاز سوف يكون لدينا تميز مؤسسي لهذه المؤسسة. إذا التميز المؤسسي من يأتي في مرحلة ما بعد بعد التخطيط الاستراتيجي أعتقد. نعم. نعم. إذا لو تفضل دكتور عبد الله بأن تتحدث معنا أكثر بالتميز المؤسسي وكيف نخلق بيئة فعالة متميزة. نعم. طبعا بداية عالم التميز عالم جدا كبير. نعم. والمقولة اللي طبعا نحن دائما نستشهدها في علم التميز اللي هي مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد. نعم. في سباق التميز ليس هناك خط للنهاية. نعم. ومن خلال هذه الرؤية الكبيرة لصاحب السمو الشيخ محمد مؤسساتنا قاعد تخطو خطوة جدا كبيرة في هذا العلم في هذا العالم طبعا. وطبعا كذلك لو نتطرق للجانب النظري في هذا المجال نعم. طبعا ما لا يمكن قياسه لا يمكن تحسينه. علم التميز اليوم جاء والهدف الرئيسي كان منه اللي هو إشباع رغبة العميل. جميل. نعم إشباع رغبة العميل، وبالتالي اليوم كذلك في دولة الإمارات نحن يعني ما هدفنا فقط إشباع رغبة العميل، ولكن اليوم نحن هدفنا إسعاد هذه العملاء. نعم. فكذلك خطة دولة الإمارات خطوات جدا ريادية في هذا المجال. إذن لهذا أتت المبادرات والجوائز نعم. في الأداء أو في أداء المتميز. نعم. إذن كانت هناك في العام الماضي مبادرة السبع نجوم نعم. لصاحب صحيح. السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بأن تكون هناك سبع نجوم في أو في الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات الحكومية. نعم. إذن دائما نسمع بالخمس نجوم، لكن السبع نجوم يعني هذه شيء مميز أكثر واستثنائي أكثر في حكومتنا. صحيح. صحيح. نعم. بالله الحمد. مثل ما تفضل طبعا فعلا الحكومة الرشيدة والمؤسسات الاتحادية اليوم قاعدة تخطو خطوة جدا كبيرة، وإن شاء الله طبعا في مؤسسات حققت ثلاث نجوم، في مؤسسات حققت أربع نجوم، ولكن طبعا نتمنى كذلك مؤسساتنا ان فعلا تواكب هذه الرؤيه، رؤيه الحكومه الرشيده في هذا المجال. نعم. اخوي عبد الله كذلك انت مقيم في نعم. هذه الجوائز. نعم. كلمنا عن دخولك في تجربتك في تقييم الجوائز الاداء نعم. الوظيفي والتميز نعم. الوظيفي. نعم. طبعا عالم التقييم عالم جدا كبير، من اهم الصفات اللي لابد ان يتميز بها المقيم في جوائز التميز طبعا معرفه معايير التميز. نعم. معرفه معايير التميز اللي راح يقيم فيها. ايوه. هذا بالإضافة طبعا إلى الإلمام بمعايير التميز العالمية. على سبيل المثال عندك جائزة أو برنامج الـ EFQM اللي تم نعم. استحداثه في بلجيكا، وطبعا من خلال هذا النموذج اللي اشتغلت نعم. عليه مؤسساتنا ولله الحمد وبنت الأسس الأساسية لعلم التميز دولة الإمارات، استطاعت الدولة اليوم في مختلف جوائز التميز أن تخطي خطوات كبيرة في هذا المجال نعم. وأن تحقق مؤشرات جدا كبيرة، وبالتالي انعكس هذا الشيء بالإيجاب لوصول الدولة ولله الحمد على مراكز جدا متقدمة نعم. في مجال التنافسية، في مؤشرات السعادة، في الخدمات نعم. الإلكترونية كذلك. جميل. إذن لو نرجع إلى الوراء نعم. أو نرجع إلى مثلا اختيار الدكتور عبد الله الدرمكي نعم. لأن يكون مقيم في جائزة، لدينا كذلك جائزة الشيخ خليفة نعم. وجائزة دبي للجودة نعم. وجائزة أبو ظبي الأداء الحكومي، يعني وغير العديد من الجوائز نعم. كيف اختير عبد الله بأن يكون مقيم؟ والله بالله الحمد طبعا عادة ما تكون البدايات نعم. صعبة قدام كل إنسان في هذا المجال، ولكن الإنسان إذا تحلى بالرغبة
تحل بالإصرار أكيد. تحل بالتحدي، بالعكس ما في شيء مستحيل في هذا المجال، بالعكس هناك في جوائز اليوم متوفرة في دولة الإمارات توفر الدورات المطلوبة للمقيم كمبتدأ كمقيم مبتدأ، وبالتالي طبعا يرتقي إلى مقيم معتمد، ومنها طبعا إلى قائد فريق التقييم في عمليات التقييم المؤسسية. كيف رأيت هذه المشاركة؟ هل أضافت لك إضافة جديدة في حياتك؟ والله الحمد أكيد كانت هناك طبعا إضافة جدا إيجابية على حياة عبد الله. الحمد لله أصبحت اليوم طبعا أقود فرق التقييم المؤسسي في عدة جوائز، واليوم كذلك طبعا كنا اليوم مشاركين في جائزة الابتكار في وزارة الطاقة. جميل. والله الحمد كانت كذلك تجربة جدا مميزة. نعم. وأشكر طبعا الأخوة القائمين على هذه الجائزة. جميل. إذن بما أنك كذلك من أبناء مدينة كلبا، كذلك لك نصيب في يعني هذه المدينة وفي تطوير هذه المدينة من خلال التميز المؤسسي. من بعض الجهات التي أنت تشارك وتكون دائما يعني فعال فيها في التميز المؤسسي؟ إدارة اتحاد كلبا. نعم. طبعا لما نتكلم عن نادي اتحاد كلبا طبعا هنا طبعا نستنير برؤية صاحب السمو الشيخ سلطان. نعم. ورؤية رئيس نادي اتحاد كلبا الرياضي الثقافي الشيخ سعيد، وأخي طبعا الشيخ هيثم الصقر القاسمي، وأشكرهم حقيقة أكيد. على دعمهم الكبير للمجال المجتمعي لنادي اتحاد كلبا في مدينة كلبا عموما. طبعا تم تحقيق العديد من المشاركات والأنشطة المجتمعية والثقافية، واللي طبعا ما كانت بتكون موجوده لولا دعم اصحاب السمو في هذا المجال. اذا التميز المؤسسي لا ياتي فقط على مؤسسات. اكيد. ياتي على مثلا كنادي اتحاد كلبا، نادي رياضي. اذا التميز يشمل جميع الطاقات وجميع الفئات من المؤسسات. اذا دكتور عبد الله، يعني بالنسبه لموضوع التميز، اكيد الانسان عندما يخوض هذا الموضوع او ياخذ شهاده الدكتوراه في هذا الموضوع يجب ان يعني يقدم للمجتمع ما استفاد. اذا انت مدرب معتمد في الموارد البشريه او في التدريب البشري، كلمنا عن هذه الخطوه الاخرى. والله الحمد طبعا اخذت طبعا شهادات مهنيه في هذا المجال، واللي طبعا كانت من عده جهات مختلفه والله الحمد، واللي مكنتني والله الحمد اني اليوم اشارك في جوائز التميز، واني طبعا ادير فرق التميز في هذا المجال. هذا بالاضافه الى الجانب الذاتي لعبد الله، بالعكس اليوم اضافت لشخصيتي اشياء كثيره. منها على سبيل المثال التلقائية في الحديث، التلقائية في الكلام، بالعكس أضافت الكثير لي في هذا المجال حقيقة. جميل. إذا خوض مجال إدارة أو إدارة الحوار، وخوض مجال يعني بموضوع أن التلقائية في الحوار أكيد يضيف لك أنك كذلك أن تكون يعني مطلع أكثر وتكون أكثر يعني سلس مع المجتمع. أو توصل المعلومة بشكل أسهل وبكل أريحية. صحيح. نعم. فكيف يعني كانت ردات الفعل الآخرين بأن عبد الله ما شاء الله كان في هذه السلسلة التي مر عليها مرت في حياته، الآن أصبح ما شاء الله يعني مدرب معتمد، أصبح الآن مقيم لجوائز حكومية، فهذه السلسلة أكيد يعني لها أثر إيجابي عليك. أكيد. طبعا هني أستشهد بقول الشاعر أو بمقولة الشافعي الله يرحمه إني رأيته ركود الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يدر لم يطب. وكذلك الإنسان أكيد. إذا وقف في مكانه بالعكس ما راح يتحرك ولا راح يتقدم ولا راح ينجز في حياته. أكيد. وكذلك اليوم لما ننظر القادة الناجحين، لما ننظر المخترعين، طبعا ترتبط أو للوهلة الأولى نعتقد أن فعلا هم كانوا مبادرين. أجل. كانوا فعلا متحركين، كانوا فعلا إيجابيين، وفعلا كانوا يتحلوا بالروح الكبيرة والهمة العالية في هذا المجال، واللي بدورها طبعا انعكست ان فعلا اليوم نحن قاعدين نشوف انجازاتهم، قاعدين نشوف ثمار هذه الاعمال اللي قدموها في يوم من الايام، اليوم قاعده تكبر وتكبر وتكبر ولله الحمد. اخوي عبد الله الحديث رائع جدا، لكن للحديث هذا بقيه نستكملها ان شاء الله من بعد هذا الفاصل. باذن الله. فاصل قصير وراجع لكم مشاهدينا الكرام.
عدنا لكم مشاهدينا من بعد هذا الفاصل ونستكمل الحديث مع الدكتور عبد الله الدرمكي. دكتور، قبل الفاصل كنا نتحدث عن مشاركاتك وهذه النقلة النوعية، لكن الآن يعني ما شاء الله من بعد خبرتك في مجال إدارة أو دوراتك في مجال إدارة الأعمال، إذا الآن كيف ترى أو كيف يعني نجعل من هذا الفرد أو من هذا الشخص أن يكون يدير أعماله بشكل متميز وبجودة أعلى؟ نعم، طبعا لما نتكلم عن مجال التميز في ونربطه مع شخصية الإنسان أو مع أهدافه المستقبلية، لابد أن تكون هناك خطة مدروسة لهذا الإنسان. وأهمية هذه الخطة بالعكس تضفي على حياة الإنسان ووجوده في هذه الحياة معنى كبير صراحة. لأن الحياة أو الإنسان بدون هدف يعني ما يعرف خارطة الطريقة وين ساير، وين وجهه بالضبط. إذن كيف ترسم هذه الخارطة؟ نعم، طبعا ترسم هذه الخارطة من خلال وسائل متعددة، ومنها على سبيل المثال طبعا وضع أهداف ذكية. مثلا خطتي الشخصية تتكون من عدة أهداف اللي هي بتكون ذكية، طبعا قابلة للتطبيق، لها وقت محدد للإنجاز خلال مثلا مدة معينة، وأهداف فعلا تكون واقعية. وبالتالي هذه الأهداف أنت لما توصل لها وتحققها تحس بطعم الإنجاز، تحس بطعم الفخر أنك اليوم حققت هذه الإنجازات. إذا الواقعية مطلب أساسي. نعم. في الإنجاز لابد. وفي التميز. نعم. بالنسبة للتميز الفردي. نعم. إذا نحن تحدثنا عن التميز المؤسسي وتحدثنا عن التميز الفردي، إذا التميز الجماعي كيف يكون؟ التميز الجماعي كذلك نتاج للتفاهم بين أفراد الفريق الواحد، نتاج لروح الفريق والتعاون فيما بينهم. نعم. طبعا وضع أهداف عامة لهذا الفريق لكي يصل في يوم من الأيام لتحقيق هذه الأهداف العامة. نعم، إذا كذلك أنت عضو في مبادرات جميلة. نعم. وهذه المبادرات دائما أنت تسعى ودؤوب فيها من أجل يعني إنجاح هذه المبادرات. نعم. دخولك في هذه المبادرات أكيد لها هدف سامي. أكيد. أهدافك السامية من خلال هذه المبادرات؟ والله الحمد ممكن نحن قدمنا بعض الأعمال، ولكن اليوم نحن نراها جدا متواضعة. أكيد. أو نراها نقطة في بحر، ومن خلالها نرد الجميل لهذا الوطن الغالي، وطننا دولة الإمارات. نعم. العربية المتحدة، اللي اليوم طبعا نحن لو شو ما بذلنا من جهد، لو شو ما بذلنا من مبادرات. أكيد. لا يمكن أن نوفي حق الدولة، دولة الإمارات وشيوخنا الكرام الله يحفظهم ويطول بعمارهم. نعم. ولكن تبقى هذه المبادرات من خلالها نحن نحاول أن نبرز الجانب الإنساني لدولة الإمارات، الجانب التسامحي لدولة الإمارات، ومن خلالها طبعا نثبت للشعوب والأمم أن فعلا شعب دولة الإمارات شعب جدا مبادر. جميل. شعب جدا متطوع، وتقاس اليوم حضارة الشعوب بمقدار المبادرات الإنسانية فيها. نعم. نعم. إذا بالنسبة للمبادرات يعني أكيد في مبادرة من هذه المبادرات ما شاء الله الواسعة لعبد الله الدرمكي. نعم. أكيد في وحدة من هذه المبادرات مهمة بالنسبة لك. صحيح. وتستشعر بأن هذه المبادرة يعني أنت أنجزت فيها بنسبة إنجاز يعني عالي جدا. صحيح. ما أقدر أقول لك 100%، لكن نسبة إنجاز عالية جدا. صحيح. ألا وهي طبعا تنظيم ملتقى الإبداع واكتشاف الذات. نعم. اللي كانت في 2012. أيوة. واللي كان طبعا برعاية كريمة من سمو الشيخ هيثم بن صقر القاسمي. نعم. الله يحفظه، طبعا مصقر جدا داعم للملتقيات هذه اللي فعلا تدعم الشباب في هذا المجال. فاعتبر صراحة هذا الملتقى احدى ابرز المبادرات اللي اليوم عبد الله يفتخر فيها، واللي فعلا اضافت قيمة مضافة. أكيد. للمجتمع المحلي والمدن المحيطة بمدينة كلباء. نعم، إذا عبد الله أنت أعتقد عندما تبحث عن تطور أو عندما. نعم. تبحث عن مبادرات لا تبحث عن مدينتك فقط. نعم. يعني جميل أن الإنسان يعني يعمل لمدينته. صحيح. لكن ما شاء الله عن عبد الله شغله مش لمدينته. نعم. خارج المدينة وخارج حدود مدينته. نعم. يعني بالنسبة للعطاء، العطاء اعطي تعطى. نعم. يعني هذا المثل دائما نسمعه دائما. نعم. يعني من يعطي نعم يعطى كذلك. صحيح. صحيح. إذا موضوع العطاء وموضوع التطوع مهم أعتقد بالنسبة لك. أكيد أكيد، موضوع التطوع موضوع جدا مهم، ومن خلال طبعا الإنسان يكسب مهارات حياتية. نعم. الإنسان من خلال التطوع الجانب المعرفي اللي اليوم هو استفاد من خلال الدورات اللي يحضرها، من خلال المبادرات المجتمعية. نعم. اليوم أنت لابد أنك كذلك تبرزها وتنقل المعرفة من خلال هذه المبادرات، وتفيد فيها كذلك هذه الأنشطة المتعددة. نعم. نعم. إذا أنشطة متعددة. نعم. الآن نحن مقبلين على يعني في الرابع من
نوفمبر. نعم. كان لدينا احتفالية. نعم. لكن الآن يعني إن شاء الله إحنا على أعتاب، هذه كانت غرة الاحتفالات. نعم صحيح. لكن الآن إحنا على أعتاب احتفالية كبرى جميل. ومبادرة كبيرة. نعم. لو هي اليوم الوطني 45 صحيح. لدولتنا دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم. نعم. أنت يعني كذلك متطوع وكذلك يعني كمحب ومبادر ومدرب. نعم. وما شاء الله عندك التميز المؤسسي. إذا نعم. ماذا يحضر عبد الله في هذه الأيام؟ طبعا هذا اليوم يوم غالي على كل قلب إماراتي في دولة الإمارات، على كل طفل، على كل كبير، على كل أنثى، على كل ذكر، على كل شايب حتى في دولة الإمارات، على هاي الأرض الطيبة. نعم. والله الحمد أكيد كل إنسان يحضر في باله شغلة معينة أن كيف ممكن يبرز فيها حب لدولة الإمارات لشيوخ الكرام في هذه الفعالية الغالية على قلوبنا كلنا. نعم. وإن شاء الله يكون هناك، ولو أنه يكون في شيء بنحاول بالعكس أن نبرز في حبنا وولانا لشيوخنا ودولتنا الغالية. نعم. إذا القادم دائما هو جميل. أكيد. والمستقبل هو الأروع. صحيح. يجب أن نخطط لهذا المستقبل. صحيح. إذا كيف يخطط عبد الله لمستقبله وكيف يضع خطط استراتيجية؟ لا أعرف ما مداها أو مداها السنوي أو نعم. الزمني. نعم. خمسية، عشرية، نعم. عشرينية يعني. لكن ماذا يخطط عبد الله للمستقبل؟ طبعا مثل ما ذكرنا قبل شوي، دائما الناس الإيجابيين هم اللي يستشرفون المستقبل، هم نعم. اللي يضعون لبنات إنجازاتهم المستقبلية. نعم. من خلال وضع أهداف واقعية اليوم وبالتالي تنجز خلال المستقبل القريب إن شاء الله. ومثل ما تعلمنا ومن مقولة الشيخ محمد بن راشد، طبعا نستلهم منها العديد من المفاهيم في حياتنا. نحن لا ننتظر المستقبل بل نحن من يصنعه. وبالتالي اليوم هاي رسالة من الشيخ محمد لكل إنسان أن كذلك هو بدوره لابد أن يتطلع للقادم، يتطلع للجاي، يضع خطة ذاتية لنفسه من خلالها يطور فيها نفسه، يهتم في عائلته، ومنها طبعا كثير من الأمور اللي لابد اليوم حكى مجتمع واحد نشتغل عليها كفريق كامل. نعم. دكتور عبد الله، للأسف الوقت أسعفنا، وعلى الدقائق الأخيرة في هذا البرنامج يعني كلمة أخيرة منك. يعني أنا سعيدة بهذا اللقاء، لكن كلمة أخيرة منك بدنا نسمعها. بصراحة جدا شاكر لكم هذا اللقاء الأنيق حقيقة في برنامج أسلوب حياة في قناة جدا مميزة وعزيزة وغالية على قلبنا اللي هي قناة الشرقية. نعم. واللي وضعها صاحب السمو حاكم الشارقة كلبنة من خلالها تبرز الأعمال المجتمعية، تبرز القدرات أو المهارات اللي يتميز بها أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة. من خلال هذا المنبر طبعا أكرر طبعا الطلب اللي طلبته في بداية البرنامج. نعم. أن عرفانا وتقديرا لصاحب السمو حاكم الشارقة، إذا كانت هناك فرصة أني أهدي له هذه الأطروحة راح أكون في غاية السعادة. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأن يديم الأمن والأمان على دولتنا الغالية. وشاكر لكم مرة ثانية هذا اللقاء الجميل. أخوي عبد الله، الأبواب دائما مفتوحة. نعم. لصاحب السمو يعني. نعم. ما أعتقد أنه راح ترد يعني فيها. أكيد إن شاء الله. إذا مشاهدينا الكرام، ها نحن نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أيها المشاهد، لا تهدم ما وصل إليه الآخرين، وابدأ من حيث هم وقفوا. لا تكترث لقليلي المعرفة، وكن مع من أراد للسفينة النجاة. لا تدر وجهك للعواصف حتى لا تغرق وتصبح الخسائر في حياتك وخيمة. صارع الأمواج العالية بالمسار الصحيح الذي يقودك إلى شاطئ الأمان، فشاطئ الأمان مهم. ودع تلك الكلمات التي لا تعرف بالصدق معنى، واجعل أمواجهم تنكسر بنبل وأخلاق شاطئك الجميل. نلقاكم على خير وتصبحون على ألف خير. مع السلامة. يعطيك العافية. حكاية في خيال كثير، إذا شفنا نجاح نقول الحظ ساعدهم ونتغاضى عن التفكير. هل الفرصة تجيب الحظ أو انها بس تجي للباع؟ ترى التوفيق لها سبب، تحرك لا ودق الباب تشوف عينك التغيير. يلا قوم كفاية نوم، يلا قوم كفاية نوم.
لا تصدق عذارك وبدا اليوم درب النجاح مكشوف تبدا تتعثر تتعلم وتعيش الاستمرار المسألة إصرار شوقك لأهدافك نار تخيلها كل لحظة وكل اللي في بالك صار اتذكر انك اكبر من اعذارك والتبرير اكبر حتى لو قالوا انك على هالحلم صغير خربك يشرح حالك خلنا نشوفه بفعالك بحلم على قد عقلي انا عقلي كبير يلا قوم كفاية نوم يلا قوم